البنات كيف راكم دايرين ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو القصير والجديد ان شاء الله نحكي لكم على القرعه يعني شفت بزاف البنات يعني في الجروب يحطوا كل شيء المهم اولا نقول مبروك الف مبروك اللي فازوا في القرعه وهارد لاك للي مازال المهم ما فزتيش هذه ماشي نهايه الدنيا انت يا شاربي ديري غادي تعاودي الجايه ان شاء الله تشاركي وتشاركي وتشاركي حتى تديها وهذه مجرد عشوائيه يعني ماشي حاجه تاع انا شو هذه حظ ما حظ ما آمنش بها بزاف مين نجم نقول حظ هي مكتوب تاع ربي ربي اذا باغيلك لك طلعي مالي كان طلعي ما باغيلكش ما تطلعيش ولو كانت تسجلي ما عارف شحال المهم <applause> هي مكتوب ولكن انت سجلي وعاودي وما تحصيش كاع وين تطيح المهم البنات بالنسبه اللي مازال ما شافوش انا دخلت قدامكم للسيت هذاك تاع الكترونيك دايفرسيتي فيزا تدخلي له تكتبي هذاك النمبر اللي سجلتي به اللوا تكتبي الاسم اللقب آه الميلاد تاعك ومن بعد تكتبي هذاك النمبر التالي وديري Submit سهله مهله وهنا اللي نساو الرقم تاعهم اللي سجلوا به ديري هذه فورغيت كونفيرميشن نمبر تدركي فيها وتتبعيها يا 2025 تاع 2025 وتزيدي ديري اللقب الاسم الميلاد تاعك آه ها هي كل شيء هادو قاعد تعمريهم صح ميد إحنا حنا ما عندناش ومن بعد الايميل اللي سجلتي به في القرعه ومن بعد ديري هذاك النمبر ومن بعد سبميت وتشوفي يعني الناس اللي ضيعت النمبر تاعها هذه ماشي مشكله كبيره عادي تبعي غير الخطوات وانتيا شفتي المهم البنات ماشي حاجه صعيبه شي اليوم السيت برك كان ثقيل كما حطيت لكم في الجروب ضغط كبير تخيلوا نتوما من كاع البلدان الدنيا تسجل يبدو اليوم كاع السيت يدخلوا له يعني ضغط كبير انا كونيكسيون عندي طرطق وكل شيء راكم تعرفوا وشفت هكا دخلت غير باش نشوف شي البنات ولكن كان ثقيل بزاف بزاف المهم البنات اللي ما سجلوش واللي ما يعرفوش قرعه عشوائيه قرعه العشوائيه تاع امريكا هي يعني تسجلي روحك ولكن بشرط تكون عندك الباك اللي ما عندهاش الباك ما شقاش تسجل البنات الباك رح حاجه ضروريه ضروريه باسكو ممكن تيا تديها القرعه يعني تسجليها هي شوفوا التسجيل وين تاع اكتوبر 2024 هي في الكات اكتوبر حتى لوين حتى نوفمبر 2024 يعني هي نورمالمون السيتي نتحل في الكات اكتوبر تدخلي ديريكت عندك 30 دقيقه تعمري المعلومات تاعك تفوت 30 دقيقه يتبلع هذاك الاخر 30 دقيقه عمري أه سهله مهله 30 دقيقه يعني راهم بزاف الوقت نص ساعه وانت تعمري بزاف الوقت بدون اخطاء البنات الاخطاء الاخطاء ما لازمش كاع تكون باسكو خطا واحد غادي يسبب لك في خساره وكاع وي باسكو هذا البروغرام هذا كيما نقولوا ميكرو ولا غادي سيليكت يمشي بنادم ولا مقابل يعني عشوائي هكا تفوتي تفوتي ومكان الاسم تاعك يطلع لكن بدون اخطاء باسكو الاخطاء ما راكمش غادي يفوتوك ما عندكش الباك ما مشادي غادي يفوتو كاين تعلمي هنا هذيك مي ما نامنش بها بزاف تاع لازم تكوني على الاقل مهنه وعندك تجربه تاع عامين ما نامنش بها بزاف لازم يكون عندك الباك باش هكا ما يوقع لك حتى مشكل كما قلت لكم هذه يعني قرعه عشوائيه يديها اي واحد مش شرط تكوني قارية يعني واصلة جامعة مش شرط تكون عندك دكتورة كاين اللي عندهم دكتور عندهم ماجستير وما داوهاش عشوائية المهم تيا في اكتوبر اكتوبر دخلي سجلي عندك نص ساعة سجلي معلوماتك وتقاري حتى الماي ألفين وخمسة وعشرين ونقولكم حظ موافق الجامعة وإن شاء الله يكون عجبتكم هذه المعلومات الخفيفة يعني بغيت لكم إن شاء الله واللي عجبت هذه المعلومات اللي خصها معلومات ما أكثر إن شاء الله ندير فيديو ونحكي لكم التفاصيل المهم البنات ونقولكم لكم بزاف رواحكم ونعاود نقول لكم مبروك الفائزات وهاد لاك اللي ما نجحوش في القرعه ان شاء الله الخطأ الجايه تنجحوا سجلي وعادي يعني حتى حاجه ما حتى حاجه توقفك عاودي سجلي ان شاء الله وتعاودي تديها ان شاء الله يا ربي نقول لكم ما تنسوش اللايك والبارطاج ومع السلامه حبيبتي